اهلا وسهلا احبائي، نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم غراتا رائع خفيف صيفي، وجدوه في اسرع وقت. خليكم معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. في البدايه غادي نسلق كميه من البطاطس، كتبقى على حسب افراد الاسره. غادي نسلقها ونقليها، نخليها على جنب. عندي بصله كما كتلاحظوا، غادي نشلضها، ثم عندي جزارة أو جوج ديال الجزارات. بالنسبة للبطاطا البنات، ضفت لها معلقة من الدقيق، شوية ديال الإبزار، وكذلك الملح حسب الذوق. ممكن تقليوها، ممكن تسلقوها في الأول، ممكن تخليوها غير هكاك، تقطعوها وتضل هذه المكونات وتقليوها. هنا نضيف لها الزيت ونخليها تسخن. كما كتلاحظوا غادي نضيف لها معلقه من الزبده، ثم نضيف ديك البصله مع الجزر. عفوا، هنا ما ضفتش الزيت، ضفت غير معلقه، درت غير معلقه من الزبده، شحرتها مع ديك البصله والجزر. ولكن غادي نضيف واحد شويه ديال الزيت. غادي نضيف الجزر، ممكن ديروا جزارة كبيرة أو جوج ديال الجزارات متوسطات يعني في الحجم ديالهم. ممكن كذلك تضيفوا القرعة اللي كانت متوفرة، اللي كان متوفر عندكم. ممكن فلفل، كذلك فلفلة تقطعوها وتضيفوها كذلك، كتجي زوينة. كذلك ضفت كمية ديال الكفتة، كمية قليلة غير باش تعطيني تنسب لي وصافي. ممكن تستغناو عليها او تبدلوها بالدجاج، او يعني كيبقى لكم الاختيار. غادي نخلي المكونات يتشحروا، غادي نضيف التوابل اللي هو شويه ديال الملح، قليل من الخرقوم، شويه ديال الابزار. صافي، انا اكتفيت بهذا القدر من التوابل. غادي نخلي المكونات يتشحروا مزيان، الكفته مع البصله مع الجزر. كذلك نضيف لهم قليل من التمر المجفف الا كان متوفر. كذلك نضيف لهم قليل من التحميره. نخلط المكونات مع بعض،
هنا من بعد ما قليت البطاطس غادي نضيف عليها هذاك الخليط اللي انا حضرته معكم ديال الكفته والجزر. صراحة البنات هاد الكراطه هذا كيجي رائع ولذيذ وما الصراحة ما تشبعوش منه. هذه طريقتي السريعة يعني في تحضر هاد الوصفة هذه. من بعد كذلك ما شاركتش معكم غادي نضيف لهم واحد جوج ديال البيضات غادي نخلط معهم في هذاك الخليط. ثم غادي نجيب هاد الليمون هاد الفرديين هادو ممكن اللي كنستعملوهم في الباستيشيو. غادي ندهن الليمون ديالي بشويه ديال الزبده. ممكن تستعملوا غير المول العادي. غادي نضيف الخليط ديالي غادي نفرغه في هاد الليمون. ثم غادي نضيف لهم الجبن محكوك بالنسبة للكراتان ديالنا اخواتي راه جاهز كيجي رائع ولذيذ ما تشبعوش منه. هنا مباشرة بعد ما خرجته من الفرن وكذلك ما تشبعوش منه كيجي لذيذ صراحة ورائع. وجبة صيفية وخفيفة ومن وصفة جديدة وفيديو